بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الغنائم التي تم اغتنامها من كتائب بشار الأسد على طريق الموت في قرية حيش بمشاركة كتيبة شهداء كفر سجنة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وهذه الأسلحة بإذن الله سنضرب فيها جنود بشار. جاءوا بها ليضربون بها وإن شاء الله سنردها عليهم. لا جدها.